هي منصة تعليمية بتقدم التعليم بطريقة مختلفة وعن طريق التكنولوجيا بطريقة مختلفة، بمعنى إن إحنا بنقدم سواء من الرابعة ابتدائي لثالثة ثانوي سواء عربي أو لغات المنهج الوطني عن طريق البيوت المشكلة، حل أسئلة وامتحانات وخبرات، عندنا حصص لايف، عندنا كذا خصوصية، ومن أهم الحاجة اللي إحنا عملناها وبالتالي النهاردة فبالتالي احنا بنبقى مع اولياء الامور كمان بنتابع معاهم، عندنا ريبورت كاردز متابعه الاولاد السنه شهر عن شهر، بنعمل سيشنز للاهالي نساعدهم في الرحله التعليميه مع ابنائهم ازاي يطوروا فيها، وبالتالي كل طبعا بنفتحوا وهو ده اللي خلق العلاقه كويسه جدا وخلى الطلاب اقرب لينا واحنا اقرب لينا وهم شايفين ان ده يكمل معاهم الرحله التعليميه بشكل كبير، بيساعدهم بقى يبقى مقرر فتره وانجح شويه ان هم يبقوا افضل في حياتهم ويستخدموا التكنولوجيا بطريقه طبعا ده تفضل الاهالي والمصانع والمواصلات كل الحاجات دي اللي هم بياخدوا، بس عندنا المنهج بالكامل كل المواد مالناش دعوه بالمنهج بياخدوا الاكسبيرينس كلها، ده يعني منصه تفوق مختلف عندنا عن